نظمت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة قنا مؤتمرها الجماهيري الرابع بمدينة فرشوت لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. وأكد المشاركون دعمهم ومساندتهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، خاصة بعد الإنجازات والتطوير الذي شهدته مدن ومراكز محافظات الصعيد المختلفة. وإن شاء الله إحنا على عهد مع السيد الرئيس لمحافظة ردي الجميل، ونعاهد نفسنا ونعاهد سيادته ونعاهد الأمة بالكامل إن شاء الله هتكون اللجان الانتخابية مكتظة أمام الناخبين أمام اللجان. من منطلقا من وجودنا في هذا المكان، وهو مؤتمر حشد لجماهير وأهالي مركز فرشوت وقراها، كلنا إدنا في إيد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا النهارده في المؤتمر بنعرف المواطنين بحقهم الدستوري في الانتخابات. احنا بس بنقول للمواطنين انزل وشارك، مش مهم تدي لاي منتخب مثلا، مش شرط اي حد، بس اهم حاجه مارس حقك او استحقاقك الدستوري. بس النهارده احنا بندعم سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهوريه لاكمال مسيره الانجازات. جينا النهارده كلنا علشان نأيد ونبايع الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية قادمة إن شاء الله. والمؤتمر زي ما انتم شايفينه حشد كبير جدا في مدينة ومركز فرشوت. نعلن تأييدنا لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد المسيرة وقائد التنمية وقائد السلام. نعم لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. كلنا أهالي فرشوت الكرام، جميع شعوب فرشوت بطوائفها تؤيد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.